ترأس المستشار عبد الرحمن موسى ممثلا لرئيس الجمهورية حفل اختتام 1111 ختمة قرآنية لكي يعم الأمن والاستقرار كافة ربوع البلاد بحضور عدد كبير من المشايخ والدعاة وحفظة كتاب الله الكريم. محمد عثمان بشير. هذه الاحتفالية التي حضرها عدد كبير من الأئمة والدعاة وحفظة كتاب الله هو بغرض اختتام سلسلة فعاليات ختم القرآن الكريم خلال عام كامل بقرية كالامباري التي تقع بمركز إداري كندل. وقام بهذه البادرة عدد من أبناء القرية، وقد وصل عدد الختمات خلال تلك الفترة 1111 ختمة قرآنية لكتاب الله عز وجل. كلمة ترحيب خلال هذه الاحتفالية كانت من قبل رئيس اللجنة المنظمة أبكر أجي، بينما محافظ محافظة شري الغالي آدم كوري كانت له كلمة إشادة وثناء من هذه البادرة التي قام بها أهل القرية. رسالة ممثل رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في هذه الاحتفالية كانت توجيهية: نشكركم على هذه الجهود الجبارة التي قمتم بها في هذه المنطقة. أما مستشار رئيس الجمهورية عبد الرحمن موسى والآخر كان من بين الحاضرين في هذه المناسبة: وزن هذا القرآن وايد شنو؟ بأي طريقة يمكن يجي يحضر في المكان ده اليوم ويشيل الفاتحة ويطلب من الله العلي العظيم الله يدي مراده. وانتهت هذه الاحتفالية برفع دعوات من قبل الأئمة والدعاة تضرعا إلى الله عز وجل على أن يؤم البلاد الأمن والاستقرار.